يعطيكم العافية متابعينا من وين ما كنتوا عم تحضرونا. رح نحضر اليوم وصفة بسيطة وخفيفة، الفول المدمس. طبعا له كتير طرق، اليوم رح نعملها بطريقة بسيطة وسهلة وكتير طيبة. رح نبدأ أولا بكسرولة على النار. رح أضيف علبة فول واحدة، مقدارها تقريبا كوب ونص من الفول المدمس. صفيتها من مية التعليب الموجودة داخلها وأضيف معاها نص كوب مي. رح أغطي طنجرتي وأضوي النار تحتها على حرارة متوسطة. رح أترك الفول لمدة 5 دقائق حتى يغلي وينضج مع المي. هلأ الفول عندي على النار، أنا هون رح أكمل باقي الخطوات. وأول إشي بدنا نحضره هو التتبيلة اللي بنضيفها للفول. رح أحتاج الخلاط، بضيف بالخلاط سنتوم واحد. طبعا هاي المكونات ممكن نعملها بالهاون، بس الخلاط أكيد بيريحنا وبيخلي التتبيلة متجانسة بشكل أفضل. هون رح أضيف كمان قرن فلفل أخضر حار ونص معلقة صغيرة ملح. رح أضيف عصير ليمونة واحدة، تقريبا ربع كوب من عصير الليمون. كل هاي المكونات رح أخلطها مع بعض لحد ما تصير عندي صوص متجانس بنسميه التتبيلة، تكون حامضة وحارة ومنضيفها للفول والحمص وهاي القصص. هون رح نبدأ. دقيقة من الخلط، ما شاء الله هذا الخلاط قوي وبسرعة بفرم المكونات. تعالوا نشوف كيف صارت معي التتبيلة. رح أصب التتبيلة قدامكم حتى تشوفوا كيف لونها وقوامها وشكلها. رح أحتاج هلأ نص كوب تقريبا من ورق البقدونس، غسلتها كتير منيح وجففتها وهلأ صارت جاهزة إنه نفرمها. ممكن نستبدل البقدونس لو حابين بالكزبرة إذا كنتوا بتحبوا نكهتها. رح أفرم البقدونس معي هون تقريبا فرم ناعم. أما الخضار الثانية رح استخدمها رح تكون البندورة. رح أحتاج حبة واحدة من البندورة، أنا اللي عندي حجمها كبير فرح أخذ نصها بس. ببدأ بقلب حبة البندورة وباخدها على شكل شرائح رفيعة. هاي الكمية رح تكون كافية. رح أبدأ أفرم حبة البندورة لشرائح رفيعة بعدين لمكعبات صغيرة. رجعنا هلأ للفول بعد مرور الوقت، زي ما شايفين عم يغلي غليان شديد زي ما شفنا مع بعض. رح أرفع الفول هلأ عن النار. رفعت الفول على صحن جانبي حتى أقدر أهرسه بسهولة بدون ما أأذي الطنجرة. البداية رح أخذ 3 حبات حلوين أو صحاح من الفول أتركهم على جنب، هدول بس بدنا نزين فيهم الصحن. أما كمية الفول اللي ضلت عندي هون رح أضيف لها أول إشي معلقة كبيرة من التتبيلة اللي حضرناها مع بعض. طبعا هاي التتبيلة الكمية اللي بنضيفها إحنا اختياري، ممكن نضيف واحدة إذا بنحب تكون حارة شوي أو حادة أكتر بنضيف معلقتين. هلأ باستخدام هراسة الفول أو البطاطا، هاي الهراسة هاي الأداة المطبخية بتساعدنا في هرس الفول، في حال ما توفرت نستخدم الهاون. هلأ رح أهرسه، بدي أهرسه ناعم كتير. في بعض البلدان بيحبوا الفول يضلوا حب. لاحظوا هيك الفول صار عندي مهروس وجاهز. نختار الصحن اللي بدنا نقدم فيه الفول، عادة أو بالشكل التقليدي بنقدمه بصحون الفخار. رح أخذ الفول اللي هرسناه مع التتبيلة وأبدأ أسكب بالصحن. بفرد الفول بالصحن بهالشكل، رح أعمل له حفة صغيرة حتى لما أضيف الزيت بالآخر يضل الزيت موجود داخل الصحن بالوسط. هلأ على وجه صحن الفول، وهون بتيجي طريقة التقديم المميزة. رح أبدأ بالتتبيلة، رح أستخدم معلقة من التتبيلة بهالشكل، طبعا كمان الكمية اختيارية. رشة كمون بسيطة أقل من ربع معلقة صغيرة بس بتعمل بتقلل شوي من النفخة أو تهيج القولون اللي بيعمله الفول. طبعا البندورة طبعا هي اختيارية، بس اليوم حبيت أفرجكم طريقتي بتحضير الفول. بحب أضيف البندورة على الوجه. هلأ رح نحط البقدونس المفروم أو الكزبرة. نكهة البقدونس كتير طيبة مع الفول، تعطيه فريشنس لذيذة جدا. رح أضيف هلأ حبات الفول اللي تركناهم، بحطهم بالوسط بس حتى يعطيني شكل لطيف. هلأ رح أضيف معلقة كبيرة من الطحينة أو الطحينية أو الراشي أو الهردة. رح أبدأ أصب منها كمية قليلة، بس بدي أستخدم معلقة كبيرة واحدة على صحن الفول كامل. رح أصبها داير ما يدور الصحن بهالشكل. آخر إشي وطبعا صديق الفول الدائم هو زيت الزيتون. طبعا في حال ما توفر زيت الزيتون ممكن نستخدم أي نوع من الزيت اللي متوفر عنا أو المتعودين نستخدمه. في ناس كمان بيضيفوا السمن. ويلا هلأ صار وقت ندوق ونبدأ ناخد كمية من الفول. ما شاء الله شوفوا القوام بجنن. بتمنى تجربوا وصفتي وتعطوني رأيكم بالتعليقات، وإن شاء الله تعجبكم وبألف صحة.